سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم خير ونور وسرور من هالمكان الفنان الهادي اللي ما شراته في الدنيا العودة. لا تقول لي مالديف ولا تقول لي ساحل العاج، شي خص ساحل العاج بالمالديف؟ خلال المهم هناك، المهم ان نحن نبوي عندنا اخير يا غير البحر ابوي، الشبه ليه في بطنه كله مظهرنا، السيف كله شبيات شبو، الدنيا العودة كله ظاهر، ياهو ياهو شبه. هذا عاد وقت حينه تتغير الشبيات، الجد الميت يظهر من البحر والحي يظهر من الجديد، مثل الدنيا، الدنيا ترى هالنمونة، حد يحيى وحد يموت وحد ينولد وحد يسير وحد يجي وحد يهاجر وحد يقاعدون وحد يوظفونه، والدنيا مطرجة. قبل 3 أسابيع أو قبل شهر تقريبا ابتدى موسم الكنار، يوم يطيح موسم الكنار ويستوي موسم الكنار ويتكود الكنار، قالوا طاح الكنار وتساوى الليل ويا النهار، طاح الكنار وتساوى الليل ويا النهار، وحين عاد خطف من مناصف النهار يمكن حوالي شهر، فابتدى شوية الوقت يختلف. صباح الخير أبو محمد، صباحك خير ونور وسرور. أهلين أهلين، شو هالرقاد شو هالرقاد يا النوخدة لين حينه. هي العافية، هي والله تعالي لس بعد أقولكم هالحين هو ما يعرف شو الموضوع، الأكاديمي من تصوره حد يقول حليل ولا مسكين ولا طيب ولا فقير ولا كريم ولا بخيل، ما تدياني مسج من عقب تصويري للريال هاللي الحين تشوفون حين زايغ ما يعرف شو بقول، إلا كل يقول مليون والنعم بو أحمد، مليون والنعم والله العظيم يا الشيبة، وقسما بالله العظيم مليون رسالة من البارحة باليوم كل يثني ويشكر عليك وينعم بك. نعم نعم، يعني كم أنبسط وحد من العرب منتظر صورته قال لك إيه إن أبو عريبي زات هذا متلوت علينا، ما أخذ ما متسلف من عندنا المكان الفلاني، واليوم أبو يعطنا رقم تليفونه ولا دلنا باب بيته وين يكون هذا، نطالب الرقم الفلاني ولا شركة أقساط ما أدري منو مديرها يدور بيزاته، ولا ما أدري منو متلوت عليه، ولا ما أدري منو عليه بسيارة ولا داع منه، ولا هاك الأيام فارعة على حد من بيوتهم شريط وفي رقم، أمور أمور تظهر، أمور لم ينزل الله بها من سلطان، يعني أمور ما شيء أكثر عنها، ما شيء أكثر عنها، اللي ما يندر هذا الرجال ويا منو يرمس من مساء علينا حين هو يرمس التليفون. منو ها؟ عليك وعليها السلام. فما أدري ما أدري شو السالفة، يعني حد من العرب سبحانك يا رب، والناس كلها خير بركة، لكن حد من العرب هالنمونة من يظهر والناس شافته يتذكره، والعثرات والدثرات والحوبات واللوبات والكلام اللي مالها أول من تالي. نعم ها وين يلا جاقنق أي هذا اليوم ما رمست ويا الجماعة، لا خفيف خفيف يلا هادي بسير ويانا ولا هب ساير يلا منو ترمس انت؟ عوش اسلم عليك وتعزيك، رد السلام عليها، رد السلام عليك. هذه كشخت دشت البحر كابوس، وانا بلو رغم اني مالي خصف البلو، انا تبع البربل، ايش اسوي عاد ريح بربيكم عاد لك شم عاد حين بدز لك شم خيبه الزهايين. ايها شوف الله عليكم، ما تعيدوها مال الهارلي مال النظارات هاي يسمون مال الدراجات هالنمونة، يقولون بأي هو لنا الحين البحر طايح اللي بعده لمدة ساعة، عقب الساعة أبوي بأي هو، فإن شاء الله بتكون سيارتنا لمدة ساعة ولا ساعة ونص إن شاء الله نحصل وداع للغدا بخيل الله. انزين مرحبا يتغدى عندنا خوري، مرحبا ابو خالد، مرحبا ابو خالد، مرحبا والله، مرحبا ابو خالد، ابو خالد يلطم ابو ايده قدامه ما يخلي شيء،
سباح ويبا محمر يبا برانيوش يبا صافي مقلى وعاز منك عيش ومقلى يضنين وتاكله كل كيف تاكل كيف تتهنى كيف ترغب في الصحن كل ايه زين هلا اي والله تو بادي نسنس وبشيركم عيد بن سيف ابوي موجود عيد بن سيف والجماعه كلهم ابوي موجودين على البحر كلن في بيته كلن في بيته غير اظنهم يودنهم البرد شوف ما شاء الله الصبح البحار مر علينا وحين ابتدت عدل ما يترد ترد 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 تازم حين الدنيا كلها غوار الغالب غالبها لين خلاص ها كل البحر بيرد يازم ابوي بر هذا تخطف السيايير والهجر ابوي ما تروح تخطف حتى ابواني كبار رادات كبار يخطف هلال شوفي بتصيرون في الخالدي يقول لي الخالدي سلك يحافظ عليك يا الخالدي سلك ما شاء الله عليه وريح في سيره الى الله يحافظ منه من عنده السيره ها شنطه الخيوط ها يا هلا كم عمرها هالشنطه ما ادري بليش قابضين القديمه كم ياخذ هلال من الشنط ولا يستعملونهن هالبحريه هذه الحين متى من قبل الاتحاد اظني هالشنطه متى تي الله ايه مال لا يا الفريج مال لا يا الفريج مال لا يا مرزوق مرزوق ابدا ابوي بيصير المول مال الرويس ما زينك يا الجم ما زينك يا الله يا رب لا تغير علينا الا الى الاحسن بالله الجو ما زينه ليه ابو كمان ما زيني شفتوا الرجل الوطواط امدح عمره انزين واللي واللي واصل الستين ما يمدح عمره مني مني عمتي الله يرحمها عمتي موضي يمكن اميه هو 63 تقريبا هي والله انا هي لعم ان شاء الله انا من المعمرين اذا الله راد يا الله يا رب ترحمنا برحمتك دوس سواقنا وصلنا ويرد ان شاء الله يوصلنا ويرد زي عاده نعم ما زين سيرك يا الخالدي ما زين سيرك ما زين سيرك يا الخالدي سلك ابوي وريح لا خابط ولا داق ولا يدق ولا عندك لا عيل هو والله ترس سبحان الله كم بالله عليه ما شاء الله ما شاء الله لك البحر اي شيء موي والله لكن سبحان الله يشك الموي شك حتى على ما قالوا في البحرين وشنويف محمد طراد هذا وين ماشور وشنويف ابو ظبي شكرا ابوي راعد للشركه المصنعه هاي الفنانه اللي هو خادمه الطراد الفنان السلج ابدا خفيف مره لا يسوي لا يدق في البحر ولا عندك ولا تورك عيل هو سبحانك يا رب كم قدم ابو محمد 27 هذا ابو محمد زين 27 وهذا هي هي بالاوشن ويف ما شاء الله نعم وما شاء الله حتى ماي يوم يضرب ما يسرج ولا مثلا سيده ماي ولا دابر ولا معلم ما
يدق ابو محمد. وش ما يسرج حتى. سبحان الله، عيل يمشي والله، كم كنا نمشي في الطريق الحين؟ دابر حتى نمشي 60 ميل والله، احنا دابر نمشي 60 ميل. ما شاء الله هلال هلال جيش كبار ترى. كلها نحن سيارتنا حتى ساعة ساعة ونص ما ناخذ. الحين بعد نص ساعة برد بنتسبح من عين الله خير. بنتروح بنتدخل بس المسيد. هذا نحن هذا الفريج هذا. ترى ما بعيد. اوريدي نحن نبعد الحين نبعد عن ابو ظبي ما يقارب 270 250 كيلو. بر. لين عقب الرويس. عقب عاد تظهر من البر بعد تقريبا 10 15 ميل بحري. ونحن ابوي في نص البحر، يا انا ابوي مسج فاطمه ام محمد الله يحفظها فاطمه الهامليه. صباح الخير يا ابو محمد، صباحك نور صباحك سرور، الجمعه مبروك عليك وعلى ابو محمد وعلى العيال والبنات اخوك صلاح، وعلى حصه يا اخواتك اخوانك ان شاء الله، وربي يشفيها الغاليه امين. ايه ربي يشفيها ويردها ويعفو عنها من اليوم الجمعه، ما تسوي لك تير وسلم عليها. قلنا أم محمد الهاملية يا مرحبا، جمعة مبروكة بسرور، راح تبالي إن شاء الله طولة عمر يا رب الكعبة، وسلم على أم محمد جديد وسلم عليها. مشكورة مشكورة يا أم محمد، على الله يحفظك يبارك فيه السلام من يبلغ ويعاد يطرح فيك البركة في محمد أخوان وذريتكم ذرية المسلمين أجمعين. حلالي شار يديه انطلوني اضرب ما تضرب 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اضرب ما تضرب ايوه ايوه يا القرفه القرفه يا القرفه ها ولا واحد منكم صاد قرفه منو هاي اليوم بشويه ايه والله ما طعمت انا ابو انت ما تشوف شيء اللي حقك انت تبعد تمام قالت فتشة يا تمامين يا انا ابو جات الادمي القرفه ما زين يا القرفه وما زين ما زين يا القرفه والله ما بدك حتى تاكل حمزين انا ابو والله ها طعم زين يا ربي هذا اليوم اليوم بسويها ان شاء الله كل مكان اللي ساكن كل بقعة بنزل ضيع عيال حاطين رقم ان اللي بيدش البحر ضروري يتصل فيهم ويخبرهم نحن تدرون ان نحن ظاهرين قالوا عندكم ساعة ولا ساعتين سيروا يا غير لا تباعدون لان ابوي جاي هو بي الهواء بيترس بيترس الهواء لذلك لا تباعدون على الفريج انتم ولا قرب لا تسيروا بعيد فلذلك نحن هذا نحن وهذا الفريج هذا نحن وهذا الفريج مره ما ببعيد لذاك ما تباعد يا البنادم لانه هاي الابوي ما يسوون شيء عبث ما يقولون لك ما حطوا الا الامن وامان البشر شيء منفعه للناس ينفعونكم يقول لكم لا تسيروا بعيد
لان الوقت موخ وهي هوياتتي تتبع الغيب، تتبع الغيب، تخبرونك يقولوا لك كم نفر انتم وين سايرين باي اتجاه. سبحان الله يحصل خير بلي شر، ولانك انت يدروبك العرب وين ساير، يتعطل عندك ذرات، تقترب ماكينه يستوي خير بلي شر، ولانه تدريبك العرب. نعم يعني ما بلازم يثير لهم. شوف انت جزاهم الله خير. وايد ضروري من اهم الاشياء اللي بيصير ابوي ضروري ملكيته سايره المفعول مال بانوش، ها مثل بانوشي اليديدي يا الخالدي يا الفناني، زين ماكينته يديده هاي اللي تشوفونها لانج رقم واحد ولايف جاكيت والهويه، الهويه الشخصيه لازم الهوية وياك مالك ومال بحريك ومال عمالك وعلمك وخبرك واللايف جاكيت لا بد ولا عذر منه. قرب الله البنغالي أربع أربع سنين القمر شقاقي والماي سجي والصيد حلالي والهوب هوب، القمر شقاقي والماي سجي والصيد حلالي والهوب هوب، القمر شقاقي والماي سجي والصيد حلالي والهوب هوب. ايه هاي حالة الطقس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد شحالك، كيف أنت ساكل بخير؟ بشرني عنك إن شاء الله بخير، الأهل مناكلهم بخير. الطراد فنان الشاي وزين وفي الموي فنان، زقرتي هذا الطراد ما شاء الله عليه، لكن لو كين بعد ترى فنانة يقول يا محلى يا ماها وما مشي ماها توصل كبر قبل لا يغيم سماها. يا سلام يا سلام، يا مرحبا بك يا أبو محمد، يا مرحبا، بالتوفيق إن شاء الله. أبو محمد لقب 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 ما شاء الله 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 ما شاء الله. هوا 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 هذا نحن أبوي ليناله السمك العود لا نرغب فيها ولا ندانيها، ما يعيبنا إلا البسكوت البسكوت. ها على ما تشوفون، على ما تشوفون هاي تقولون مشتتين هم ما تشوفها. ها روح توا مظهر من البحر يتلابط 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 مازين مكلي تتلابط ما شاء الله تبارك الرحمن. تختبن عميت عينك يا حسود، الخير خير تبوظ بي والشر الخير تبوظ بي. والله ما شاء الله 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 ما شاء الله. شي فرط واحد افا افا ما عليه فدوة 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 عم طالع قصة فدوة عم طالع قصة. ايه الاول شيء ما يقولون فدوة ما أدري حاب إذا كل فدوة عن منطار أقصى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف الحجم شوف الحجم شوف الحجم تبارك الرحمن تبارك الرحمن. خير راسقين ما شيء ما شيء ما شيء. هذا يقول حالة الطقس، هذا يقول حالة الطقس، هذا حالة الطقس. خير بغيت تتكون يلا القمر شقاقي والماي سجي والصيد حلالي والهوب هوب، القمر شقاقي شقاقي والماي سجي والصيد حلالي والهوب هوب، القمر شقاقي والماي يلا اخوني ترى يا بيت غدا انزين خرنينا ها خرنينا غدا والله الساع ما يانا بمن عنوي عليه ونعم ابو خالد والله مليوم النعم. يلا ما شاء الله ما شاء الله. خالد اشوف خالد رابني خذ يا ربي تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الخيط ابدا ما يصك ما يصك الخيط ما تبارك الرحمن ما شاء الله. حمل ما تحمل حمل ما تحمل حمل يا محمد حمل يا محمد ربع تعاونا وما ذلوا. شوف ما شاء الله ها ها شوف ما شاء الله السمك طرف هذاك بعد ها
ها كله في نص ساعة. بيلس البيت بتحصل لودام، ما بيجيك لودام انت بيلس. اول شيء صف النية، ولا تيس طالع زيد وعبيد، ولا تحسد فلان وعلان، ورب العالمين يبعث لك رزقك وين ما تكون، ان كان في بر ولا بحر، شرق ولا غرب، بر ولا جو، المرزج الله سبحانه وتعالى. يا سلام، الحق ما تلحق، دق الحديد هو حامي. يا الله يا الله يا الله، مرحبا 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 بالرزق. ما شاء خالد، ما شاء الله عليك، هاي بغمة الحسد. سمعتها هاي بغمة الحسد؟ أنا بس أصوركم ولا بحد؟ إيه والله ما زين إلا الشب، هذا الشب هو رقم واحد. رياشكم شو أبو محمد؟ هاي بوزة شو بعد؟ ياباني يقول لي حق ما ترى شيء؟ اللي يتخبرون عن سمكة أبو ظبي، شو الحين ها السمك؟ ما كأنك صايد سمك، ريحة السفرة ما تايدة. سمكة أبو ظبي، سمكة أبو ظبي تختلف عن أي سمكة، سبحانك يا رب، لأن رعيها تختلف، للرعي أماكنها تختلف، فلذلك طعم السمكة غير، طعم روحه يغير، فما تي في سمكة ولا شو عي الشعري مال أبو ظبي. يا سلام، شعري أبو ظبي بالأخص وين الشويهات ولا والمرفة والبقع، هاي للبر المول هذا. يا سلام، بر المول هذا رعيه الشعري أبيض ويرعى أبوي ربيان وقبقوب وشنقوان، شي قدي اي قدي، بشحمته مخالطة بلحة، حبشرات القيعات من القيعان اللي اللهم لك الحمد، سمكتت غدي ريحته قراد، نعم يطيح نعر من راسه الشعري العود. ونحن حرام يا ابوك بتدق براس عصبي، تحرى فات حيب بلحه يتفتفت، بلحه يتفتفت تعرف، وريحته خنينه غير مسك الطايف، مسك الطايف، نعم وين الطايف التحرى. انا ابوه هذا ما بسمك، هذا يا ابوك ما ابو محمد ترى ما بالغ في ذمتك، كلنا السمك شرق وغرب، شارات سمكة أبو ظبي مش موجودة في الدنيا العودة أصلا، على هالأساس سمكة أبو ظبي أغلى عن كل سمكة في السوق، عن كل سمكة في السوق سمكة أبو ظبي بعيد أغلى، بعيد أغلى. ها شيء يا الله، يسمونه الحلاح، هذا أخوك مرزوق، هذا للحلاح صيدكم أنتو. زين نحن نبوي هالي عيبنا عند مرزوق مبحيل، يا الله له صايد إنه ما شاء الله يسمجان، ويوم نحن نصيد إلا الإحلاح. يا الله حين يا الله الأعداء بيظهرون صدق مرزوق ما قال عيد. شوف الجو الله عليكم مو خمازين هي الغاية. عشوا 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 شباب، عشوا شباب، أنا عاد يلا ها رب شيء في خير. إحلاح قولي والله الان ترى ابو ظبي ترى ما بلا سمك مميز، كل شيء عندنا مميز، كل شيء مميز، بالاخص الامارات كامله ابو محمد، والله ما ابالغ، انيت ارضها طبيعتها ناسها سلكهم سلومهم علومهم كلها طيبه، كلهم هالامارات الكرم والطيب والاخلاق منذ النشاه بالفطره ابو محمد، بالفطره بالفطره سبحانك يا رب. يا الله يا رب تحافظها من دار، تحفظ حكامها وتحفظ كل من سكن فيها يا رب. اي نعم حكومة طيبة، يا الله يا رب تحفظها، خليهم تطرح فيهم البركة يا رب العالمين. كم يسوى الأمن والأمان هذا اللي نحن فيه، كم يسوى يا أبو محمد، كم يسوى راحة البال هذه اللي نحن فيها، اللهم لك الحمد. فرق بين سمك البقعة اللي نحن فيها والبقعة اللي من غير، هناك أبوي محيط تضرب علمي هامور كم مكبرة يوم بيظهروا لأن ميت، نحن الهامور بيتضرب عليه ثلاثة أمتار ولأن ياك يازم حي 13 يوم ونص. وهناك سمت المحيطات الآن من تضرب عليه يظهر فوق مدوخ ما في عين قطرة، الهامور ميت ما يروم من تلك كم متر هلال يصير بحرم
اي والله تطيح يديك وانت تضرب على الميدان. اي والله حدو عند هالزعاب ابو محمد. الله الله يا سبل احنا زعاب المسلمين. الله الله يا سبل احنا زعاب المسلمين. اي والله ما تعرفه؟ يا الله هناك يوم يتكود عندهم السبن. يا الله حشرات الحداوي عندهم هناك الزعاب اللي في راس الخيمة. سمكان مكودة عنده في راس الخيمة ابو محمد. ما شاء الله غنية بالأسماك. الحمد لله رب العالمين. أب العاد عندنا رقم واحد إلى قواعدنا سالمين محمدين بما خف وزنه وقليل ثمنه. أنا أبو قماش أول السبج. الحمد لله ويايبين قدامنا عندنا والحمد لله الامور طيبه والبحر طايح ومساء شويه كان شويه مترس الهواء لك الحمد لله الحين ابشركم انه طاح والامور طيبه وكل شيء زين ويتنا بعد هذا مال الدوري ونحن نمشي وقفونا واحد منهم سلم الثاني ما سلم وسألنا عن الهوية والبطايق عطيناهم بالهوية والبطايق كان أموركم طيبة. واحد منهم سلم متين وعريضوني والثاني والله يا أبوكم يا سلام الله ما رد وارم التحرى سمونه وممزور سمونه لا إله إلا الله كان شيء بنادم هنمونه والله يا واحد منهم يتبشبش ابتسم من كل مكان ابتسامته والثاني غادي وارم تحرى يا ابوك محمل طبعان ولا بايع بالخساره ولا مشارك في اندكس هذا مال الاسهم ومتحطم السوق وضايع ما وراه ودونه لا اله الا الله كان بنادم غادي يهنمونه لا اله الا الله يطر الشر ولا يعاد ندوك ها شي جاينا يطير مرحب مرحب ابويا ابو بشير ابو بشير يا يبشر ان شاء الله علم الخير ان شاء الله علم الخير ان شاء الله علم الخير ابو بشير يا يبشر مرحبا مرحبا بالبو بشير. ها السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله هني بتسويله هنا هني المكان واحد المكان ما قاسم والله ايه. هذا 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 حقنا نحن ايه. هاي الفسكرة هلي أنا محمد وين سمين شعري وين منهم وايد سمين هذا لا لا ما تسوي كذاب والله كلش في شحام زين زين هاندوكا طب انا اريد هذا انا هذا اريده ويا الفسكر شنو حكر السمك ما ننظف بطنه ما ننظف بطنه لانه طازه طازه فرش مره من البحر سيده على الكاوه فلذلك نحن ما ننظف بطنه فلذاك شحمته في بطنه نظفت طاحت شحمت البطن شخانته شخان خانه ما هذا خانه ما هذا خانه شيء بعد مسوي مقله ولا محمد برا شو؟ برا في سويتش مشوي توه العود هني ما فيها ليش؟ شوي يمشي ليش تبغى نسوي؟ الغاز يعني قوي؟ مره مره اوكي زين هذا جديد الغاز ما يمشي مني جاز ما يمشي ليش تبغاني اسوي انا ما اعرف لعاد الغاز زين يلا لا لا زيد زين خلي شوي شوي محمد يقول ابوي التاوة هذه هب التاوة يقول الضوء شو تقول محمد فرن؟ ريد فرن شوية قبيل فيه ريد قوي يمشي عشان هذا حبيب امشي جاز. يا ربي محمد كل شيء ما بزين انت عندك الحين هذا غاز صانعينه في ايطاليا لا شوف انت شوي 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 يمشي ما في قوي ما في قوي من ساعة لا ما في مغاز ريدي قوي ساعة ساعة لا غاز في بروبلم هذا ما في بروبلم زين سمعتوا ايه. الغاز في بروبلم غاز شوي شوي سيم سيم آيفون غرب اللهك دموني في غرب الله غرب الله كامل ما في ها بطل كامل ما في ها سيم سيم كمبانية لدوي سيم سيم شركة شوف شوف هذا هذا شوف أنا أريد هذا يا سيم سيم
هذا ايه انا ما قوم بعبود وها ستل السين انت ما تبا هاي يوم يقول لك روزنه حطوها في شرف وغرف ما يازت من طرارته هذا ابو عبود يا ابويا بعد عبود محمد هذا كشره مشره هذا سبيشل لا هذا شوف هذا هذا قام سنه يا ممكن في 20 سنه يا الله وين سمعت ما مقلى انا غارب بعد يا سلام خباط ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك ابوي ابو خالد محمد حسين الخوري ابو خالد وصال وقبل ما نوصل نحن تونا نحن مشرعين لانه توه يبركن بسيارته كالعاده ماي خالي ماي لابوي محمد من كل شيء جايب ابوي زيتون وجايب حب الفساد وجايب سح فرض وجايب هذا اتشار شلقم هذا سيوه وهذاك طماط بعد مقير طماط هاي خدمتهم روحهم بيتهم انزين ابو خالد كيف حالك؟ الحمد لله على السلامه حطينا المقصه شويه عليك ونحن في البحر خفيف خفيف ترى طبعي طبعوا طبعي طبعي لو قصوا صبعي ماني شوي قرضناك شويه سامحنا عادة ترى سامحنا ها مسموحين مسموح ايش خفيف خفيف بهانس يعني خفيف قلنا يعني انك تحب المحمر البراني وش يعني خفيف خفيف ما هو حالك توقف عند معلم معالم الدوله ودروا المعلم وصوروك انت اهلا هي نعم انت وين عني انا بعيد ابوي عم والله العظيم يا ابراهيم سويت زحمه لا اله تروم تدلجمها وتروم تبثها فلذلك هاي ابوك حالها وحال المأكولات اللي يعني صاروطية الشيء الصاروطي يعني امنه ها ما ودك تصرفها هذا مش شيء اللي يلوتونه 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 في الاثم يلسون يتمطعوه بساعتين عقب اسرطونه نعم الله يطول عمرك امين ان شاء الله يا رب العالمين ها 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 توك ما تبع لا صبر خلني بشوف اذا صراطي ولا لا ها والله صراطي صاروطي صاروطي شو ابراهيم اقول من زمان ما اكلت خبيصة هالشكل ايوه ظاهر من غزر مال والله ظاهر من غزر مال ريحته يا ابوك حشرة الدنيا حشرة خنين اقول ما شاء الله عليك انت بكبر هي ظاهر من غزر مال ابوي وين هي من غزر مال غزر مال بسم الله لازم لازم اتكلم سواحلي حق تفهم لي لا دراني اتكلم سواحلي هاتني مترجم حبيبي واللاقه يوم الخبيصه يوم تي في طرفها شويه علاقه حراقه صغيرونه يلا يلا لا الدنيا في الدنيا ترى كلها وين تعرف الرجال انت هذا هذا مين يعرفه؟ كيف؟ هذا يوم اليابان صراحة استمتعنا هناك اليوم ما شليت لا أبو محمد هني طاقة العودة هذا النووي وهذا النووي السلمي فلذلك الله يسعدك حبة تسوي سيف لحق أندل هي الحين بيستوي قنبلة العودة لا الأندل لازم تشيله بيصير 100% إن شاء الله والله تستوي سيارات قنبلة روعة روعة اوكي علي أبداك مع السلامة السمي ما لا لا خليت منك مع السلامة أقول لكم أبوي هالريال شرهان علي شو شرح كحين شرح يعني يارك وانت تقول توزع لي يارك وأنا ما يبذني شيء زي تلب سابع يار ورا بيار ولا باليار رقم 20 الفريج جاب الزينة أنا بروح مقصد الدنيا كلها أبو محمد أنت أنا بتوصل فريج التجار والدنيا منك بعيد صوي ابوي وراهم شيء بهانس كل فريج اقول لك بيني وياك بلوك كل شهر وراهم بهانس زين بعد ود بعد انت روح بهانس زين منو من بني شامس انت حيله انا مقوم برحمه والعمران والله والنعم نعم خالد بن محمد برحمه شامسي الله يحفظك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك محمد نبغي بس عاد شيء طرح العقيلي ولا هذاك طيب والدريه مرة ما يهمك من وصل شو اسمه هو ذاك اللي شرد هريس حلب ولا حليب ما
لا خليت من. مع السلامة خالد. مع السلامة. مع السلامة حبيبي. ابني أنا أخبركم عن سوالفي الخاصة. هاي من كناديري من كنادير من الأجناس الجديدة اللي موين من عند من أجناس شوكة. هاي القطعة بمية 100 جنيه. شيء شراته بالضبط ب200 لكن رقعة حثة. أنا تعيبني القطعة النعيمة. هاي مصوف النعيم مال لندن. شيء من الغرايب هاي الأجيال أنا ما أخذ الغالية. عيبني الزين والموافج سعره. وهاي من الأشياء الموافجة تباع عند شوكة اللي في لندن. رقم واحد فالحب. شو أنا بصور؟ وادي يقول عنب وكناديرك كلهن من 15 و20 سنة. لا والله هاي من الإيداد توها من 3 سنين. هم من الجدام من 3 سنين. من الإيداد يعني عبارة. ما طاحتني وديلة ووديتين. واليوم هاي ودي الثاني لابسينها بحب الصلاة. زين طعمها زينها العين الشمس رقم واحد وفنا ايه ها شو هذا تعال بيتكم مرزوق حق شيد ها منو طالب لنا ابو محمد ما بنته السلام عليكم حق منو القشيد بالله عليك ابو محمد حق هنا تحريت حق انا هذا الحبيب اللي يدرو الابنة السلام عليكم ها وينهم متو تعال ياي تعال اربع تعال يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله منك انا ابو رديت انتفخت شياك بنتو يستوي دبه سلام عليكم بارده يديه سلم عليك لا يسلم على يدي بارده حليله بخير بلاتك ثلج يديك شو لا زيس وايد شويه وايد نص لا ما تشذبك انت وياه تن نفر نص سله نص صغير عاد نص سله صغير ولا كبير صغير يعني 2 كيلو لا 10 كيلو مكرون زين يلا شكرا هتي هتي يا دادا يا بالبحو وقبابا هتي هتي يا دادا يا بالبحو وقبابا تاتا حبه ومشى تاتا يا بالعشاء تاتا حبه ومشى وتاتا كل العشاء تعرف هالقصيدة ابو خالد تاتا حبه ومشى وتاتا كل العشاء ما تعرفها من اخبار الجاحظ بتغدى ضربة ولا ما ادري بناصر والله عندنا هذه ما باليد الله يحفظها ما باليد الحين شفت الحين لون كندوراتي شو بناصر والله البيت هذا والله لون كندوراتي انا شو إيه؟ هذا بني بني هذا لون كندوراتي كنت قهواتي قهوه الترقيه قهواتي وهذا البني أيوة. هذا الفوق الفرق بين القهواتي والبني هي فرق لازم لا خلينا منك يا ابو ناصر البشر في فرق هي الرطب في فرق اكيد كل شيء في فرق كل شيء في فرق شيء حرم شيء حرام رب شيء شرالك بيشي حرام رب يعني الله يحفظك يا ابو ناصر الله يحفظك هزاع مع السلامة حبيبي مع الحبيبي يا ربي اليوم وين حركت محمد لا هي لكن ناضي ناضي رقم ايوه الفسك يا سلام يا سلام يا سلام جلبها 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 ايوه هاي ولد امه وابو ما بيحركها حبوبي يا هالفسكره تعرفوا المغاي من صوتهم فسكر اهلي هنا ايوه ان شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن ايوه هذا بطل من كنز هذا كل شيء حمر حمل هذا لا هذا هذا شوفوا هذا حمر ظهر من بطن هذا انا باخذه من بني ناوي على الصيف شوفوا هذا هذا الخباط اليوم برويكم ايش قال لي يلعبونه هالراس الراس كيف طريقه اكله اليوم بخبركم بادي راس الخباط ما يتشطف صواطره يقطعون الصواطر لا الخباط بيها انه مو تقطع يا سلام يا سلام لا انا اريد شعري هذاك اللي هناك ولا هذا اخي محمد انت تنقى لي واحد سيل سيل كله سيل يا الله منك ما قرتك من حسك ايوه من قرت منك جش من حق الجش هذه اربعه زين بعد هاي عليك سوكب سوكب ها؟ عليك واحد هي
هو عبان ما يريد يجي حق المغرب؟ حق حين غدا؟ ماي واحد حين تسوي قشي؟ كيف يقدر يسوي قشي درتين؟ ما تروم أبوي ما تروم ما تروم ما تروم قشيد أبوي ما شيء فايدة حينه لو يبان قشيد يوم حادة عمر يبان قشيد كان قال أبوي من الصبح الحينة يوم حادة هلها أضعنا وقالت حلو يوزوني الرايل يوم تخالفت اللدانات قال أنا أبوي يبان قشيد ما شيء قشيد حينه ما شيء قشيد ما شيء قشيد يا عثرتي لو تسمع لهذا المسج وغديات معدة بيت بيت بتقوم مرزوق بيت أول شيء غدا قوم حلال شيب ابن احمد جايب سلطه وعيب السلطات التايلنديه جايب ما ادري شو سبايسي من تايلند شي قريشات صغار عليهم قبقوب بس خاص حق المقلى شط طعمته منه فايد فنان الحين شالني غداهم قوم هلال من هني غداهم وغدا قوم مرزوق من بيتهم متيامعين الحين فوق المنام العود كلهم بيتيامعون هذا غدا الريايل وغدا الحرمات تروحون كل فريج بفريجه اتو شو غداكم اليوم؟ شو مسوي غدا؟ يريور سيري شو؟ يريور يريور شعري يريور زين مغلي سي نسيب هي ما مسوي هي سدير يلا زين يلا يلا بسرعة عاد بسرعة بسرعة يلا 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 استنزل خبرتكم عنه هذا يبونه من تايلند خاص بس حق المقلة خاص حق المقلة ولذيذ طعمه والله اني ابري العليل اللي عليه ينبه ها ابوي هذا ها هذا هذا في المانيا هي ايش من مزرعته عصير تفاح هذا بهني مزرعه مرزوق بعد الطريق هي شوف بعد الغرش هذا الطرمبه مالته كيف هو عراقي عراقي احمد كان بنبيذ هلال هذا حرمت المانيا عيل نبي لا لا اكيد والله طعمه نبيذ كان ما في خمر شوف انت طعمه وين محطه التجارب شفت شرات المريس مريس مال هوش والله يا غير مريس مريس فرض بعد حولي هاي منام التمام هذا القسمه وانه مثل صاله طعامه وانها المره هذه هذا ضك البحر مره ضك البحر وهناك اليلسه هني عدلي بيتغدى مثلا وغزر في اكل البصل يبدا نيجي ويتمقط هني تهب هاك الهب وبيهب هاك الهب وبالبارد يا رب البيت شوف غادي ينشي العصر ينطح اليدرات اللي من عقب هالغداء يطيح له خمس دقائق ولا نص ساعه هني عند من يدن العصر ينطح اليدرات ابدا يدور له دار غير هالدار هذا مثل ما يبين عاده وانت بلا خبص وقت بعد منو عاد هذا اقولك منو محمد منصوري هي من هالوين قال بتسوي لي تليفون بايك انا العجبه هي يسلم علي من هالوين هو زين خلي تعال قاعد هنا عشان قاعد عدالك الغربيه غربيه نعم شو اسمه محمد المنصوري معرسه دور حرمه ما كان يدور حرمه بنطالع العروس يميع الحريم يميع لابني مكودات ابوي هو ما شاء الله عليه ما عليه قاصر هاي شوف لا لا الفسكره مالتي هنا طولني الفسكره طولني الفسكره يلا 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 خلالك الله ما حرام لي يعورك بطنك شيل هذا شيل هذا صاحب صمالك انت وخالك هذا صيد خالك شله هذا صابني ليش ما شوف ما هاقداه ابوي ها هاك خباط وهاك مناق قشيد وهذا مشواي وهذا مطفي وهذا عيش نمونتيل وهذا مقلب بعد من غير صافي وجش فاضل من الله خبرناكم عن الخباط الخباط ضروري ها لازم يوم يقطعونه خلوهن الصواطر هاي اهم ما يكون ما يباله لا واحد ولا اثنين ولا تسوي زيارة رمسة ولا تكثر الحديث هذا الخباط ها حمل حاد ترى ما يباله لا واحد ولا اثنين كل قبل ما ياكل كان هادو ودروسه ما فضل عنه ها بسكوت ها عمل قسم ما ينعقلنا شيء ما ينعقلنا هذا اكل ما ينعقلنا شيء شوف على هالاساس اقول لكم لا تعقون هالسطرات السطرات ما ينعقل سطرات الخباط ما ينعقل
شوف هذا شو هذا؟ كلها معي الحين انت رايح البحر كلها معي ها؟ لفتي لا شكرا هذا شو حدلك الحين جاي من البحر كلها معي كلها معي القراريط وين بنده لا الله يهديك شو هذا الحين حاشر الدنيا؟ هذا خالد مسوي ها الخالدي ها سير الخالدي سير الخالدي كم طلع عليك كم سنة 92 ما شاء الله يمكن 61 ما شاء الله انت باي بس وباي بطل السكات هاي تبطل السكات طار 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 هنا ما يبين في التليفون هذا جرب يا الله سنة جربناه في الهواء اي والله 90 كيلو ابو عبد الله والله شوف الطراد من مصنع طيب زين اسمه شنو اي 27 على 300 في الهواء اليوم ما شاء الله يطير 92 كيلو ما في هواء كذاب 92 كيلو هو 90 هو كيلو نعم يمشي ومشي سلك الطراد ابو ترى هذا اللي تشوفونه هصقع ولا يعرف يلا هذا صبر ما شاء الله شبلاك حي وحياتهم حل بالبحر هذا منهم يعاير بيئة والله انهم معركة بالأخص عقب الغداء يا ربي يلم عايا ما اكثرها ابو خالد ربي يازلك الغداء يازل سامحنا عب ما وحنا نسوي برانيوش قالين انت بتهلع على محمر ايش بنسوي عادة ما الله كتب ان شاء الله الجايات اكثر على السائرات معاوض ان شاء الله يا ابو خالد ما شاء الله عليك ما زينك قادي الوجه قمري تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله خير الخالقين يا الله يحفظك يا ابو خالد ما شاء الله عليك خذ انت حب عندنا احنا نطر الوجه القمري من ناحيه فتنت النمونه ايه كي ما عليه الشرط عندك تنزلني من الزبوت وهي مشي لا هم مشي لا لا ما عاد تركب ولا طراد غيره اي مشي لا 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 تبي تهدف الطراد لا 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 خليها هذا يوم يقول لك حرق قوس وحرق قوس هذا حرق قوس النبات هذا ترى هاي ما بخم في سانة هذا ابوي حرق قوس وحرق قوس النبات موسمه متى يوم وقت النبات يوم أزمة العرب تنبت النخيل تكود الحرق قوس هذا يقول حرق قوس النبات وحرق قوس النبات ها هذا تشوف هذا موسمه عاد الحين هو عويد تكود مكتر حين الدابر هبدأ هذا القهباتي وهذا البني انزين اليوم قبل ما اجيب اني اقول لكم هذا جاكيت مال الهلال اعطيت اعطاني اياه البسه استعاره لا هذا مره دوم عندك ما تلبس غيره طال عمرك اقول لكم لا وين بتودي وين بتودينا الحين انت؟ الحين احنا سايرين بقعه قبل السرعه هي زين عند علي طارش هي بشوفه طيوره وطيري عنده انت من متى حب خلينا نطيرك عنده والله يمكن من اكثر عن شهر انزين زين الدعاء ما يقصر جزاه الله بس يبي هد حمام برد طمش ايه قهوه برد
زين شعري غير جو. رمسته انت الريان؟ نعم اني مرمسته. موجود؟ موجود. شي بقعد تمهم؟ هذه قبل براكة او في براكة قريب يعني؟ تقريبا 20 كيلو. خلنا نخف على امير براكة. ما علي ان شاء الله. الحرادين امير براكة بروحه. ما علي ان شاء الله عندها. ما علي عاد مخالد نحن مخالد بيض بضبية يتعشى عندنا بيتعشى وبرد ان شاء الله كلنا بنصير ضربة. شو هي مكتوب هلال اليافطة؟ هذه ام الاشطان. مسحارة؟ ام الاشطان. ام الاشطان هي حافظ على ام الاشطان. هذا الشارع الجديد ابو محمد. هذا الجديد ابوي. هذا الجديد ما شاء الله. ايه كم من سنة هذا؟ هذا من السنين. هذا الحين حادين الخط الجديد. هذا خط الطريق الجديد. الخط الجديد هذا المطور. اربع خطوط. اي نعم. كل خط اربع خطوط. سبحانك يا رب. هاي الرات القديمه شوف ايش قال هذه بيضه. لكن ولا عولت. ولا عولت شريته. كم باجي هلال عن السلعه حينه؟ باجي والله كم كيلو. يعني 30؟ عندي ابوي هذه منطقه ند الشبع في ابو ظبي تبعد عن السلع ما يقارب 25 او 30 كيلو. هالمنطقه وهاليافطه عمرها اكثر من 40 45 سنه. هاليافطه تشوفونها جت الطحفات والهويات ولا عولت. كل الدنيا ابوي عولت اللي هي يافطه ند الشبع ساسها في الارض متمكنه قوي. اللسم روح يهز زبال. فلذلك ما شاء الله اللسم باس قوي. باس قوي اللسم ند الشبع. اسمه ابو محمد خيل وهيدا. كم تبعد ابو ظبي؟ ممكن 300 كيلو اظن. 300 كيلو. ايه. وهذا برج هذا جسرها. ها هاي جسرها برد فيها ينوب الحين. ايه قبل السبع تقريبا ب 25 كيلو هاي المقعد. هلال سكن تتجنن. هاي السكنه منو فيها هذه هلال؟ هاي الحين شالي هات لو فريج. هذا فريج كامل على البحر. ايه فريج شرات فريج كامل يعني. اسميه فريج هلال. اسميه فريج. واغمي عليها من بقعه والله. لا تبيع وتشتري في شويهات والله يا ابو محمد. الشرخيب البعد ما عليه ما زين لبرها طايح. واغمي عليك الحية شركت وغربت وودرت هالبقعه المبروكه. افا عليك الحيه افا. اسمي قصرت استغفر الله العظيم. الله كريم يا ابو محمد. خط السلم والدم هلال كله كتش. شو هني الحين عزبه؟ لا يهدون الطيور. مدعى والحين ريال بيك. نعم هذا علي. وين اسمعك عاده انا؟ وين اسمعك صاصر عمرك؟ علي بن طارش المحيربي. هي نسيب سلطان. هي نسيب سلطان. والله والنعم سلطان بن عبد الله. سلطان بن عبد الله. زين زين. وهني بني بنتقهوى عنده وبنطمش على الطيور وبنطوي. في عزبته؟ لا عزبته على البحر. ها بس جاي المدعى هنا يدعى طيوره. ليش ما يدعى هناك على البحر هلال؟ البحر تعرف بحر وبيوت هني لا حق الهدد اسمه زين. سبحان الله. هالجماعه نحن اللي جايينهم. يا سلام. وين منهم عليها؟ بالنظاره؟ اي نعم. حافظ عليهم. اول بادي كان سياره. بس هذا إيه؟ لا لها اسم غير عن الحمام مسعود. اي سياره الحمام مسعود. روحه. اي نعم. هو باكستان بالتسعينات. زين. اول من قرص فيها الشيخ محمد بن راشد. يا سلام. تطلع مسويها هيدروليك. شوف انت لا انت بتسالك بتاعت عديت لي اسم مرحبا المسعود الهلا ابوك. لا لها اسم يسمونها مرحبا. كبر هلال. هي بهد. شوف انت
يمك هناك. تفيزر فوق التفيزير متفرم التفيزر حتى تفيزير فوق. هذه اول ما قلت فيها الشيخ محمد الراشد ترى بين يدينا زيرو. قبل كان قبل في سنة 90 باكستان خلال ماشي 40,000 موديل كم هو حين 97 ماشي 40,000 يا إله إلا الله. ها طيرك لال ها هذا فرخ هذا باكستان جديد هذا علي هذا جديد نجربه من طيور هاي لا لا هذا هلال شو اسمه طيرك؟ سميع الهدد يوم اذا يستاهل ايه بعدك ما 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 جربته معلم اهم شيء انه يكون سبقه زين مو بانه هذا لك انت الطير الاسود؟ ايه هذا والثاني بعد بنجرب احنا نفسه بس هاكي ديزرت فولكن بعد هذا الحين نادر ولا شيء من وايد؟ لا هذا ما يطلع من السوق من طيور الشيوخ فالكون سنتر فالكون سنتر ايه الجوده هذه ما تحصل تحصلها يعني بتلقى طير اسود انت بس انه مو بكل مزرعه مبني شير لا بكل مزرعه يعني زين الانتاج هذا هاي المزرعه من اندر المزارع يعني اللي تنتجها سبحان الله بطلت الجهاز كم يسوى الطير هذا هذيلا هذا اول وقت اخذه 70 و80 مرة أقل أنت ما تحصله 70,000 و80,000 وحين مدرب الحين ظهر من الشارة مال السباق الحين كم يسوى يعني الحين أنزل الحين السعر أنزل كيف لأنه آخر وقت أيوة تلايا موسى الحين بقيضة الحين قيضة طير أقل يعني سعره هم نفس الفصيلة ولا لا هم مزرعة ركب لا هذا ذراع قوية بعد
زين. هذا مال الشارع شو الحيل فيه مال الشارع؟ هذا ماخذ شارع يعني. إيه ليه؟ شاركيبة. شاركيبة قوي من عند تحت يطير. صاروخ. هذا طيرك ها؟ لازم تدور له عدسة مثل ماكو جهاز عليه. انا بصير يومين يلا سكت شبد السماء الحق هيا يا بعد يا مايد يا ربي وين سكت الحق ما تلحق هلال بيقطع يوفه طيرك غرب الله تقوي العفاريت فيها سكت قطه تبوي عن النظر غرب الله تمقواها قد تحرها متو حول بها حول بها حول بها خرب الله تمقوا غير هلال هلال عليك هلال سم وضاح هاوي اسم وضاح هلال حد ابو جايينك هاي سيارة ليش من شرطة جنة نوع يا هذا ان شاء الله عليك يا كمار برجع الطير برجع الطير ماتت كمار ماتت الحمامة ما والله ما ماتت ريث بعد ترى هلال انت حتى طيرك ريث كم رايغ البارحة ليه ما هلك والله والله حتى له البرقع شيت تسوي به وشوي شوي
الطير من كذي يصيح ترى دائما يوم يرص على مره واحده عقب بعيد تلقى الطير مش له خابولي لا ما هذا جراس منو حيله فرخ منو له هذا حينه ما شاء الله عليك يا علي لا هاي الحين بالارض الحين بتصك ويحط السمع لهامه صاد صاد رب الله تمت بس فيها طلعت يوفا في الطين يو رب الله تهلك هلك الطين بسم الله راق بسم الله راق حيلي هيلي ياو راق يعني 3-4 كيلو ما شيء هذا ما يعرف يملك ماشي يعني كانوا بس يدعونا المسابقه ما تدري اول مره يهدوا الحمامه وين هد الحين والله فما تشوفه غشيم يملكها تروح انا ما يعرف لها طير ايه هذا الاسود ايه يلا الحبار تتروع منه شوف انت الطير طيار غير شكل مره تفلخ تحس بعقاب لا ها كله لاجل انه لونه اسود ايه لونه اسود من الحباره مره من وصلت الحباره ينت مره زاغت سبحان الله بسرعه اقوى عن تعطيك قوته سبحان الله الناس اذواق حد من العرب ما يعيبه الا الاسود حد ما يعيبه الا الابيض والطيور بعد نفس الشيء لو ما اختلف الاذواق لبارت السلع حرام يتبادلون صفقات اسلحه الدوربين اللبات في سياره محمد سما في سياره انا ابوه قربلات كمار كان هذا مال الابطال مال المخدرات في الافلام جيب الشنطه ود الشنطه خذ الفلوس جيب الفلوس واخر شيء نقعون في واحد ويصيرون عنه والشنطة يكون ما فيها جرايد ما فيها بيزات ها؟ سلام الحين كم هدات سويته الآن؟ كم هدات؟ ثلاثة هذا الثالث هذا منو طير الحين الآن؟ هذا طير سلطان ما شاء الله سلطان هذا طيرك سعد فنان شراتك الله يحفظك يا سلطان فنان والله ما زين لطيرك يا سلطان شوف انت
سلطان شو اسم طيره. شوف 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 طمش طمش هلال ودته كم السبع يا رجال الحمام تويب الصابين عليه زاد زاد زين عطني بدور الحمام ما لا تنزل اسمي هطماش يا جماعة الخير ايه شبت السبع صار سويت اللي تعليم ما بغى شيء ودر شيء حلو لأن كل حلو ترقط في دمار كل حلو في دمار تحراش من لعيبة هلندية خاير انها جنة سلطان شو اسم طيرك؟ ما له اسم؟ سموه بالكراعين هذا الحين اظهر بطنها الحمامه ولا ترى والي اي فريه هاي لا قالوا ينزلوا كراسيكم انتم ابوي نحن حباينا هاي متسبتين انت ابوي خالد تحت رايك هاي عاد تفيزير شيوخية عادة اي والله وصلنا ابوي العزبة بحفظ الله ورعايته بنت قهوة بن عمي الله خير غير والدنيا غير والدنيا متغربل هي العرب الحين اللهم لك الحمد تطور سوى كل شيء كل شيء فنان استمر لا عذاب لا همك الله لا هم يحزنون يا سلام على الخمير يا سلام على الخمير يا سلام على الخمير لبسه خير عن حتى العسل ها خدمة وين ابو خمير هذا يعني السلع السلع يا سلام انا هيا استوي من ساعه ما خبرتنا الرجال من اول بالي انزين ها سلطان هذا ولدك ما شاء الله عليك سلطان وهذا زين شوي شوي الرجال قلت له جبيت الحليب مالتي صب لي قلاص كوب حليب وشريت وخاطري فيه وصورني ما انا ما في خير خيسني كب حليب الحليبه ضرب الله تعدوه هاي اعطيت الراعيه الراعيه فيها صب لي كوب ها ما احرج ولا عندي خبر اسمك عتيجه لا ضارش زين خذ عليهم يا ابو محمد ما خيرهم سبحان الله ناس طيبين وين ساكنين هم هلال؟ في المحاربة لا هني في البحار الشارع الطرف الثاني وهيدا اللي صورت لكم اياها قبل شوي نحن عرسته
قوم علي المحيربي عندهم سكنه هناك علي طارش، بنسير بيرونا بيتهم ان شاء الله الحين في خاطر اي هنا الوحيده سبحان الله. والله كتب لنا نسير نطالع الحين نصور لكم المنطقه هذه. ببيوتها بشوارعها بنخيلها ببلدياتها بوزاراتها بانديتها بمولاتها بكل بلاد تبعد من ابو ظبي 300 كيلو من ابو ظبي العاصمه روحها 300 كيلو ومن الفجيره لين هني تقريبا 600 كيلو 600 كيلو متر لين هالمنطقه هذه تشوفون كله بحر هناك. يا ربي ما زين هالبقعة هلال ما زين هالبيوت هناك شو بقى ظلعك يلحق هلال ما يبينن عاد بعيد حرة بيوت انجليز من بعيد يبينن لكن كبار هلال 5000 بيت خلص حتى لساني ارتبط 5000 منزل ما شاء الله اسميها بلادي هلال ها؟ البيوت جاهزة. اي والله ما زينها من بقعة بيت من عنده سكنة في هالمكان. هلا شوفوا مركز تم مركز الخدمات الحكومية كل الجهات الحكومية خلص من جهة واحدة من جهة تبوي مكتب واحد عندهم العمل عمال عندهم المرور عندهم الشرطة عندهم البوليس عندهم الجيش عندهم الدفاع وهاي الشعبية على كثر مد النظر من متى سيارة تمشي وعلى مد النظر افلال تغني يا ليل افلال تغني يا ليل يا رب البيت الحرم تحفظها من دار وين ما بيموتون ابوي من القصة ويشوفون هالمشاعر هالمناطق الشاسعة وين ما بيموتون من القصة ويشوفون هالأماكن الزينة وين ما بيموتون والحدائق القناة والدنيا والعلم والخبر يا الله يا رب تحفظها من دار يا الله يا رب تحفظ دارنا ودار كل مسلم يا ارحم الراحمين. ها يبقى السلع والسلع والسلع شوفوا بحر السلع يا ربي يا هدن انزين بنسير حق هلال هاملي منو قال لا تعرفه زين ما اعرف انا هلال اعرفك يوم ما تعرفه انا اعرفه والله لا تبي يا ابونا ولا سيل ما زينك يا ابو ظبي ما زين بحر شكرا يا ابو محمد على هالجوله المميزه انك وصلتنا السلع اي والله جوله مميزه رقم واحد نحن سايرين بيت من وحين هلال شو هناك ترى على البحر بتشوفون بيته وزارع بنمر بنتقهون احنا طالعين ان شاء الله شوف الله عليكم ما زين وانتم يتموا يرابضين الا في ابو ظبي الناس تظهر ابوي تتكشت يلس ابوي هاي بحور طايحه تعال ابوي وخيم وقط وام هذا يسمونه شارع المينا شوف البقع ما زينها شوف البقع ما زينها مرحبا بهين دوك مرحبا الساع في محميه الياسات البحريه والله مليون مرحبا محمي جثرها هلال هذه هذا على الله يحفظكم شوفوا مشاريع وين بستوي هذا المشروع من مربه الله يحفظه ويطول بعمر الشيخ حمدان بن زايد ويبارك فيه ممثل رئيس الدولة في المنطقة الغربية مشروع هذا عبارة عن نادي للسيدات مكتوب وين مكتوب هلال ما اقرا مكتوب السلع ليديز بيتش بروجكت لكن ما بالعربي السلع ليديز بيتش بريزنت نادي كامل بروجكت نادي بوي متكامل للسيدات في كنتي السلع يا الله يا رب تحفظهم ان شاء الله يا الله يا رب تطول عمر شيوخنا وحكامنا اللي ما بغافلين عن البعيد ولا عن القريب حله حتى اللي في المناطق اللي الحدودية بتسوي لهم كل شيء يبونه حالهم حال ابوي اللي ساكنين في العاصمة بالله يعني حد
شرق وحد بالتول وحد شوف البحر انتم شوف البحر وشوف اللون الفيروزي شوف اللون الفيروزي يا سلام سلم يا سلام سلم يا سلام سلم والسكن شو البيوت هاي من عشرات السنين شوفوا بيوتهم شوفوا شاليهاتهم هاي من سنة وسنتين وعشر من عشرات شوفوا نخيلهم عواوين من تشوف النخال عوان عرف ابوي ان السكنة قديمة هاي يقول لك والله عندنا شاليه في السلع هاي يطرون هاي الشاليهات اللي في على السلع بيوت شاليهات ها اول اراضي عودة الحين عزموا يصغرونهن شلجل لجل انه يبد المكان ما شاء الله الشعب وايد تبارك الرحمن اللهم صل على سيدنا محمد تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذا بيت قوم علي الحين احنا جايين عندهم ايه ما شاء الله تبارك الرحمن ترى الناس بعد اجناس الناس اجناس كلن ابوي على مقدوره اظني عند الهلال انت ما قلت لي ان عليها من الكمبانيه الكبار كمبني ما شاء الله هذا ها ما شاء الله يخوت 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 بوانيش هناك هناك سر هناك هناك هلال ها كمبني عود كم 40 سياره في على بيت العزبه هكذا السياي ما شاء الله الله يزيدهم زين ها ما قلت شيء انا ها بيت العزبه هالنمونه ما شاء الله عندك فريجك؟ لا والله بني بني قول يا ينك ربيعك يا سلام سلم حق هلال ما خبرتني ان علي هذا كمبني من كمبني الكبار اللي هنمون بيته الله يحافظك يسعدك ان شاء الله على هالمسكن الفنان على الله ان شاء الله يلحقك في عيال عيالك فيه اسميها سكنه اسميها وقلت شوف ناس فنانين الارض مغششه بس ما يهم الطبقات داخل البيوت وداخل الحجر هذا قسم وهذا قسم اخر وهذا قسم اخر لا هذا ما طيوره يا سلام سلم اسميها بقعه مثل ما عندكم هالبيت كم 20 لا اقل 15 ما انا بقى هاوي يا رجال جايين طالع العجب ايه بدنا نقيض مع الطيور ما شاء الله ندوكم ها شوفوا بي. هذا انتاج السلع هذا انتاج السلع شوف ما شاء الله به به تحرى تفاح لبنان تحرى ابوي تفاح لبنان تفاح لبنان هذا حامض حلو ناكل البالغ يسلينا هذا البالغ ما شاء الله تفاح يا ابوك ابن ابت تحرم في دود لشياتها ها قبل كنت حاط باسكو يخترب بسرعة البحر يوم أقول لك يوم يقول لك أبوي لو في بيت واحد أنا أبوي ما بمن هاي الكمبنية بيطلع أبوي النبت كل دود دود ريج كحيث إنه كمبنية كل شيء غادي زين عندهم طلع عليك يا ربي الدراجات ما شاء الله ها متحف دراجات من غير ترى إدراك بعد حاطين من ورا ما شاء الله ما شاء الله أباكم الله الحرامية ما دلون البيت هالباب على الشارع جميع الدراجات تعالوا ها ما بيو ممنوع لو شو ها هني ها في الحر اذا حر هني الطيور حدا داخل هي روحن روحن انتم هني فوق حوطه ولا حوطهم فوق مره حوطهم فوق سبحان الله 8 متر ها 8 ها 8 متر الارتفاع وعاده 6 سويت له وصله نعم ارتفع لا مره كامل هذا
ما شاء الله ما زين له مكانك هذا. ها غير عن الطيور اللي كان ويانا حيله؟ غير هاي الطيور غير. ها مالاتك انت وهاي لاك؟ لا 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 هاي الاثنين بس كنا نجربهم. لا كنا طيورنا ما شاء الله. في بعد مقيض من هناك بعد ورا الثاني هاك مسكر. هل كان كربوي ميوب من عمان؟ هل كان كربوي ميوب من عمان؟ ما شاء الله عليك يا عمان، حتى حصات بارد. هي والله تصبون عليه ما تغسلونه ها؟ هذاك لونه غريب عسلي. آخر هي والله وين ها وين طير محمد فري؟ هذا طير محمد فري. ما شاء الله يستاهل بفري. جي اس ال يسمونه؟ ايه بريطانيات ولا؟ كوزما كوزما ايه كذي كبار. الأوليات ما شيء منهن؟ لا هذا هاي لا أحسن. أخي أرى شوفهن. لا هذا كمبتي بتصير مكان. لا شيء. لا كذي بتصير في رواه. إيه. هذا ثابت. سبحان الله. مش له. أنا ما في رامون يتحط في هذا. أتحرى يعني ودروهن هاي لا. هذا هاي قرموش ولا شو؟ لا لا هاي جير تب. هذا تب. هذا جير ناسنا. وينه؟ لا لا حجم صغيروني. سبحانك يا رب. هذا محمد. انت محمد؟ محمد بن علي الداري. جيت بعده. ايه خاطر محمد. ما زينه. شكله جميل والله. طيري. سلطان؟ تعال ياي. هاطير لك؟ تقول ليش متنقنها الحلوات انت اللي لك انت روحك؟ كيف؟ وين متنقنها انت هاي؟ ايش حتى نهني على الجميلات مالاتك انت؟ ليش يعني؟ ليش يعني؟ شو السبب؟ الحين هذه وسط القديم الاولي. هي هذا بطل الطلبات. الاولي ها ثلاثة غيار. والله. ايه ثلاثة غيار هاي. يا ربي جديد ما شاء الله. جديد. نظيف. ايه بطل بطل كامل. يحلى. ها؟ يحلى. ايه محيربي ما يحلى عنده شيء يا ابوي حليلك انت. محيربي يختلف عنده شيء حليلك انت هو يحافظ اسمه محيربي ما يطيح لهم شيء المحاربه ما يختلف عندهم شيء حرام يقرون عليهم هذا ثلاثة غير موديل 73 ثلاثة غير وش من داخل سفتي فيه كل شيء ثلاثة غير هذا قوي في الرمل ما في قوانا صحيح ليك يا متعب من هارو هي والله متعب الشقاوي نفس الساموراي شوف من داخل ثلاثة غيار ايش هذا؟ روح ريحتك يا ولدي اي حي هالريحة ويا زين هم الريحة يا الله لحقت عليها الاول ويا راشد ابو حبل الله يغفر له سايرين الاول القلمة الخايسة اخر الدنيا والله والله سنقرص من سنين هي والله مليون سنة قلمة خايسة ورا ليوة طريقها السعودية هي حدود عدو يا معازيب منو ما بطري ما بروم طريت الحياة راشد ابو حبل بس والبنديبان مبارك و مبارك وخادم بنديبان اثنين اخوان من هالمدينة توفوا لا اله الا الله لا والله يوم اعرفهم هم كبار الياسات وين الدور؟ مرة قوي ثاني الحين مهملية ورا مهملية الياسات أيوة والله ولي شو من السمك عندكم؟ وايد يا سلام دوك موازين لها اليلسة
عليكم. يا ربي ما خلنا الا ريحه ميلسكم، هي ريحه المكان الناس الطيبين. يعني الله يهنيكم في هالمسكن الفنان وهاليلسه الزينه. شوفوا لا غير الدنيا ها؟ شوف الله عليكم ما زين هالفريق. اقول منو يراكم هاي؟ سلطان المحيربي. وهاي ذاك اللي هناك؟ سالم المحيربي وثاني اظن مبارك منصور. وليهني عليكم؟ سعيد المكسوم. ظني هذا خالد شيوخ. ظني خالد شيوخ هذا. علم عند الله. ما زين له السكن. شوف ما زين له. بقعكم جنة 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 جنة. بعد السنة في أبو ظبي. 300 شوي. هي 300 شوي مش شيء بسيط. هاي هاي هذا بيتكم أنتم الحين، هذا إدارة. وهذا هذا الأرض اللي بنوه. أظني مع حد ما أعطاي حد أظني مستحيل تكون فاضية. تنصبون أنتوا هني عادي؟ مسوين خوره طارين البحر بين الغبه لين اربع امتار توصل الطراريد اللي مسوين فرضه مثل هذا. شفتوا هالمكان هذا؟ هذا الحين ما بمحفور الطرف هذا، لا حافرين خوره من البحر لين داخل فتوصل فوق الطراريد لين جذبيت. ابو محمد اكرمك الله يا ابو سلطان. اكرمكم الله، مشكورين على حسن الاستضافه. جيتنا الرخصه صور. قالوا ما علي ما شيء مشكله. ها وين تصورني؟ مصور لكم هناك من هالي ما رمت اصور الحين. ابو قال براك سعر وصور الامور طيبه. طيب ما شاء الله الخوره واصله لين البر. نفس بيتكم قوم علي نفس بيتهم، لكن الطرف هاي مسوين خوره توصل ابوي طراد يوصل شوف من البحر كان يخت ولا طراد ولا بانوش يشرع هني. شيء منزال هناك منزال وهني لا. ما شاء الله سكن تنغاوي الله يبارك لهم. بيت جميل ومكان اجمل وارض طيبه وناس طيبين ويرتن ما حد شراته ما حد ابوي ما يبقى مياور الطيبين الله يطول بعمارهم. قعد يا ابو سلطان. ابو سلطان لا اقول الحين هاي مشاده. اي نعم مشاده حق البحر. زين هذه يفرونهن بحر حق السمك. سبحان الله هاي كلها مره هاي اللي بعدنا. وعقب كم يعيد السمك فيه؟ اسبوعين ثلاث اسابيع شهر 100% مره. سبحان الله امير سبحانك يا رب. يعيل ويسكن انت حتى. توائر ها؟ مره هاي مره جاهزات مره فرها بحر مره. يحطونها بالدوبه العوده هاي مره يحطونها يحطون داخل. يحطوا لها النيشان عاد عقب. هذا يزيد تشوف هذا كان في مكان ولا فصلات خصوصي حق الشيء هذا؟ اشياب يعني اشياب. اصبر تعال ست ساعات خليت الحليبه تنجب. اي والله ها شيء صيد ولا؟ شيء هو امير ولا؟ لا شارك كبار وصغار. يسار منصور الله يسر الامور يحفظك.
الله يسلمك. هاي حق حراسه. ايه اها كمل ابويا حد نفسه هدني. ها اوه حكش حكش يا شو حصاهم هذا حصاهم بوي مرمر 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 حصى حصى بوي مياور شيوخ مرمر شوف بحيث ان هاي بوي عشيريه ها بيت عشيريه حصاهم عادي صلابيخ سود ها شوف بيوت العشيريه صلابيخ سود ودنياهم ملحه وهذا بوي حيث ان بوي هاي ما اقول لكم ما تنقز الا السمين مرمر غادي بحصاهم لو كان اسود حاله حال حصى العادي يوم روح ريحه بوي المعازيب غدا مرمر مرمر رب العالمين يا يعني الله يحفظهم يا ابو سلطان والله ابو محمد طال عمرك الله يطول عمرك مشكورين على حسن الضيافه وحسن الاستقبال الله يطرح لك البركه في سلطان واخوه هاك اللي تشب علي فارس وسلطان فارس تشب حليبي يصب لي الحليب خاطري فيه ولا ولا طارش لا تحط في خاطرك ما لا يا ابو سلطان مشكورين على الله يهنيكم اقول لكم ابوي خلصنا من السلع تمشينا وعينا من الله خير وسولفنا ورمسنا عند الجماعه وكرمونا وحشمونا وين ابوي الحين شاهدنا هالضو شاهدنا هالشباب الطيبين هذا سلطان بن عبد الله وهذا مرزوق بن محمد وهذا هلال بن محمد وهذا ابو خالد محمد حسين الخوري وهذا اللي تشوفونه خالد بن هلال الخوري هلال هذا خالد بن محمد خالد بن هلال بن محمد القبيسي وهاي ابوي ميمارنا وياسين عاد مشاهدين هالمكان الطيب هالارض ابوي بيت قوم هلال هناك هاي الجلسه وصرنا انا والشيب وخالد بن هلال لين بيت بابا عيد وردينا ابوي الجماعه هني ما لقطناهم ويانا ولهم ياسين هني وهاتين بيت قوم مرزوق جلسين ابوي مشاقلين ابوي كبراته ودنياهم السلام عليكم صح صح حليب شو هذا الحين حليب زنجبيل ما تسوي له حق انسان وتقول له يا ود كلمه مو زين بس على هالحاله لازم تعرف انه لا بيخلي ابوي لا لازم هذا انسان وكلمه ما يقول منو اسمه لازم تخبرني منو هو وعبد الله كيف حالك الحمد لله ثانك يو ثانك يو مارلون ثانك يو فيري ماتش العاده انا مسكين تعب حقي انا فور مي اوكي بوت وان بي اي بي حقك بعد ثانك يو مارلون خالد عبد الله بيعيبك بيعيب خالد الطعمه وايد فنان كل واحد ما شاء الله عليك ابو عبد الله يعني الله يحفظك هذا بس احنا ندوق بس هي بس عصير ماي هذا ماي يلا هذا اخر فيديو زين خالد يلا يقطع اليوف من زينه يلا تصبحون على خير وحارك صمصمت علي قر تفاجئ ما في شيء اصلا ما في مي كويس مي شوي بس لا والله في مي بس عليك ابو عبد الله انا ابو مي هذا